انضم إلينا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة. سلامة، إذا تابعنا ضمن محافل الاتحاد الأوروبي، الآراء كانت جدا متباينة بخصوص توفير الدبابات لكييف، هل لدينا أي تحديثات جديدة بخصوص الدعم الأوروبي هنا؟ نعم، مساء الخير. التحديثات الجديدة هي تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية التي قالت بأن ليس هناك أي مانع لتسليم بولندا دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، ولم تقدم وارسو حتى هذه اللحظة أي أذونات أو طلب ترخيص بالسماح بإعادة تصدير هذه الدبابات إلى أوكرانيا. رد رئيس الوزراء البولندي بأن بلاده سوف تقدم للحصول على هذه الترخيصات اللازمة لإعادة تصدير الدبابات إلى أوكرانيا، وبهذا تعني أننا أمام انتهاء لهذه المرحلة أو ما يسميها البعض لعوبة اللوم المتبادل بين الدول وبين الحلفاء فيما يتصل بالدبابات، لكي يشكلوا ستارا دخانيا على المشكلة الحقيقية أو الموضوع والملف الأهم بالنسبة للأوروبيين. بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأطلسيين أن المسألة متعلقة بوتيرة الحرب، لا يريدون أن تكون الحرب مشتعلة وأن يستقدموا غضبا روسيا كبيرا يزيد من وتيرة هذه الحرب، الذي يقولون ويؤكدون دوما بأنها حرب طويلة، حرب طيب. استنزاف طويلة. أكثر من يمكن أن يكون دقة في استخدام المصطلحات هو رئيس هيئة الأركان المشتركة للحلفاء، الذي قال بأن هذا العام ليس عام نصر ولا عام هزيمة. لذلك المسألة تتركز على متى يمكن أن يمد الأوكرانيين بالسلاح دون أن تمتد وتيرة الحرب إلى مستويات يصعب التحكم فيها لاحقا. طيب، حتى أفهم منك أكثر سلامة، يعني نحن أمام لا قرار رسمي واضح بخصوص التسليح العسكري لأوكرانيا تحديدا الدبابات، يعني لا تفاهم سياسي حول هذا الأمر لغاية الآن. لا يمكن قول ذلك داليا. الأوروبيون متفقين عسكريا بأن يجب دعم أوكرانيا عسكريا مهما كلف الأمر، وهناك أمر موجه لقوات الناتو بألا تسمح لروسيا بالانتصار داخل أوكرانيا. هذا أمر محسوم بالنسبة للأوروبيين، يريدون وينوون المواصلة في استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن المسألة مسألة تفاوضية. الدبابات لماذا؟ الدبابات مطلوبة لكي تتعامل مع التحصينات الروسية في المناطق الأربعة التي ضمتها، هناك زراعة الألغام، وهناك يجب أن تدوس هذه الدبابات على مناطق الألغام وأن تحقق اختراقات برية على الأرض. لذلك لا يريد الأوروبيون، لا يريد حلف شمال الأطلسي أن يضغط كثيرا على الجبهة الروسية في المناطق الأربعة ويبقي الموضوع مشتعل دون أن يشكل ضغط، خصوصا وأن هناك الكثير من الأصوات العسكرية التي قالت من الحلفاء بأن هناك ثغرات عسكرية روسية واضحة يمكن العمل بسرعة والتحرك واستغلالها وإلحاق ضربات موجعة في روسيا. لكن المسألة متعلقة بوتيرة الحرب، الحرب الطويلة التي يصفونها دائما طويلة طيب الاستنزاف. نعم. صحيح. الموقف الألماني كان متعنتا سلامة في الأيام الأخيرة الماضية بخصوص منح الدبابات لأوكرانيا، هل من أي مرونة في الموقف الألماني لمسته في الكواليس؟ طبعا التصريحات الرسمية لم تقل أبدا بأن هناك تعنتا أو أن هناك تخلفا بالمعنى الزمني عن القرار الأمريكي في هذه الحرب. من البداية قالت ألمانيا بأنها لن تمانع بإعادة تصدير، ليس بالضرورة أن تصدر دبابات النمور التي لديها، هناك أكثر من 2000 دبابة من نفس النوع موجودة في 13 دولة أوروبية ويمكن إرسالها. المسألة ليست متعلقة بإرسال الدبابات، والقرار قرار عسكري، هناك توجيه واضح، ومن يقرر متى وأين وكيف وبماذا يمكن ألا يسمح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا هم العسكريين. لذلك المسألة فقط من الناحية السياسية متعلقة بلغة تفاوضية علنية مع روسيا، لا نريد الضغط عليكم، أعيدوا حساباتكم، قرروا، ينتظرون ردا من روسيا كي يضبطوا على الأقل قواعد الحرب بانتظار أن تكون الأمور ناضجة والتحدث عن شيء في مفاوضات أو محادثات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هذا الشيء ليتحدثوا حوله. الضغط كله على أرض الواقع مع إبقاء الباب مفتوح، والأهم
أن ألمانيا لا تريد أن يكون التواصل بينها وبين روسيا في الأوقات الحرجة بيد دولة أخرى وتحديدا تركيا، تريد أن تبقي الخط مفتوح مباشرة مع الرئيس الروسي لكي يتم ضبط الأمور أحيانا، أو على الأقل للاستشعار بأن هناك نفس جديد أو إمكانية التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إطلاق محادثات. أشكرك جزيلا على هذه الإفادة من بروكسل، مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة.